في خريف العام 36,900 كان ميلاد القادم الجديد للحياة. حظي من مواليد بارا في حي اسمه أربعاجي، ده كان هو بتاع الجيش بلوك، يعني باسم البلوك، بلوك أربعاجي بلوك، لحد يوم النهار دي مسمينه أربعاجي بلوك. من مواليد 36، وبعدها طبعا جرى في الخلاوي خلوة فكي عوض، ومنا إلى خلوة فكي محمد صالح، وبعدها انتقل إلى مدرسة بارة الأولية اللي حسب يسموها الأساس. فمكسنا فيها فترة تقريبا ما أعرف زي 7 سنة وبتاع، والد اتنقل من أربعاجي بلوك ده إلى الهجان الأبيض. فكلنا جينا، نحن يعني جينا الأبيض ومارسنا حياتنا في الأبيض. وأبوي في الفترة دي قام طبعا سافر، مشى الحرب العالمية الثانية، ونحن قرينا في المدارس كده لحد برضو كتاب الأبيض اللي مسمينا حس دلوقتي المدرسة الشرقية وكده. فبعد الحقيقة يعني ميلنا على الموضوع الصنعة أكتر غير الدراسة، ميلنا على موضوع الصنعة أكتر، وكلنا طلعنا نجارين. فأنا كنت قائد المسيرة بتاعت النجارين ذاتها ولحد اليوم. فبعد صالح يعني ما كنا شغالين طبعا في ورشة واحدة، ما بعد توزعنا طبعا، كل واحد شغال في ورشة والشغال في الأشغال والشغال وين 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 بتاع. شاءت الظروف يسبقنا أخونا محمد الضي الكبير، جاء أم درمان هنا سنة 52، واشتغل في سنة 52، اشتغل مع واحد أخونا أو عمنا اسمه علي عبد الله إبراهيم محل نيو بازار. فمكث في محل نيو بازار ده، فضلنا نحن من هناك نعرف أخبار محمد، نعرف أخبار محمد هو كيف وبتاع، وبقينا نجي نزور محمد هنا ونرجع هنا. بعد شوية الهجرة مستنا، فضلنا نطلع واحد ورا الثاني. قمت طلعت أنا جيت، وبعد شوية جاء صالح. كنا ساكنين في حتة في حي الملازمين جنب الزهري الشمال الزهري. فأخذنا فترة من الزمن، صالح قرر أنه يمشي بورسودان مع واحد صاحبه، وعنده واحد صاحبه اسمه حسن زهور موظف، أنا بتذكره جدا جدا. حسن زهور ده من ناس بورسودان، صديق صالح جدا ويحب صالح ده شديد جدا جدا. غاية المهم أنه يتسلط على صالح ده ساقه بورسودان. فضلنا نحن قعدنا هنا، أنا قعدت هنا ومحمد طبعا في محل نيو بازار. أنا واصلت النجارة بتاعتي من حتة لحتة وكده، من ورشة لورشة ومن مصنع لمصنع، يعني حتى تغيرت النايفة. صالح أخذ فترة في بورسودان، وما بعده جراجع الخرطوم هنا، جراجع فنان. يا جميل يا حلو الدم الشربة أدمي كملو، يا جميل يا حلو الدم الشربة أدمي كملو، في الغرام مين يشغلو يا قلبي حاول واسألو. يا جميل يا حلو Thank you.
عاجبك يا حلو نحنا بنحبك من سنين ما حد عاجبك يا حلو أحلى وتضوب طعم الحنين بألف أمة تبدلو يا جميل يا حلو خانوا بدلوا أرحم شبابي ولا يميل إخلاصي بالك أولو أرحم شبابي ولا يميل إخلاصي بالك أولو شوف رديك صادق نبيل أو عاد تحاول تجهلو يا جميل يا حلو رسلت رسلت لك باكرك حنين يحل الحنان الماسلو بعد الدموع أشكيك لمين أرض الكتير واستحملو بعد الدموع أشكيك لمين أرض الكتير واستحملو مهما تصد بكل حين جبر الخواطر أقبلوا يا جميل يا حلو الشربات مكملو يا جميل يا حلو الدم الشربات مكملو بالغرام مين يشغلو يا قلبي حاول واسألو يا جميل يا حلو 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 لم يلج الفنان صالح الضي دنيا الغناء من الباب السهل فقد صادف ظهوره العمالقة الفنان إبراهيم الكاشف أحمد المصطفى حسن عطية إبراهيم عوض وغيرهم من عمالقة الفن السوداني الضي أجاز صوته في الإذاعة السودانية في أواخر الستينات تحت إشراف لجنة مكونة من كبار الأساتذة حسن الخواض العاقب محمد حسن
وعلاء الدين حمزة. وكانت دهشة اللجنة عندما تغنى صالح الضي بأغنية يا جميل يا حلو وأغنية الميعاد.
بستناك وبترجاك وقلبي خاف في لحظات العشم. بستناك وبترجاك وقلبي خاف في لحظات العشم. بستناك وبترجاك وقلبي خاف في لحظات العشم. صالح الضي أول ما ظهر كان ضمن فرقة كسلة التي شاركت في مهرجان الأغاليم الذي اشتركت فيه 9 مديريات السودان كما كانت تسمى في ذلك الوقت، وكان هو من ضمن فناني مديرية كسلة. في الفاصل بتاع صالح الضي كان يجلس إلى جواري الراحل المقيم الفنان العاقب محمد حسن، فأشاد به كثير جدا وقال لي ده فنان يعني ولد كبيرا، وفعلا أثبتت الأيام أن صالح الضي كملحن ومكأدي وكصوت أخاز ولد كبيرا.
مطلع الستينات وصل إلى أم درمان الفنان صالح الضي، والذي استهوته المدينة وتعرف خلال وجوده فيها على عالم الغناء والموسيقى، ومكث في منزل واحد مع الفنان محمد الأمين ومبارك البخيت وخليل إسماعيل وإسحاق الحلنجي، وكلهم في تلك الفترة كانوا يتحسسون الطريق إلى عالم الفن. الأخ صالح الضي عليه الرحمة أنا التقيت به في بداية السبعينات، وكنا بنسكن سوا في بيت قريب من بيت زعيم الأسهري، يعني كانت بينه وبين بيت الزعيم يمكن حوالي 200 خطوة كده يعني. وبعدها كان معانا خليل الله يرحمه محمد الأمين وعركي، فكنا بنكون يعني شلة جمالية كده ما عايشة إلا لشان تفرح يعني وتفرح. وكان طبعا كل صباح واحد فينا يعني بيعمل الوجبة الصباحية لما نلتقي صباحا يعني، فكان الله يرحمه غرامه إنه يعمل لنا صحن فول جميل جدا جدا، وكان براهن انه اي واحد ما ممكن يعمل عمليه زي دي. فهو بخلاف كده كانت الانغام مستمره، يعني اذا سكت عود صالح غنى خليل، واذا سكت خليل غنى محمد الامين، واذا ارتاح محمد الامين غنى ابو عركي. فكان البيت عباره عن بستان لمجموعه من الـ من الـ من, الـ من الطيور المغرده. وكانت ديك فعلا ايام بالنسبه لنا صعبة، لأنه ما كان عندنا الإمكانات أن نغطي بها جروح أيامنا يعني، إلا أننا كنا يعني بنستمتع باللحظة دي، لحظة الأسد ذاته كنا بنستمتع بها يعني. بنطلع أنا وأباركي من جنب بيت أسهري لغاية ما نوصل الإذاعة السودانية، بنمشي برجولنا نضحك في السكة ونغني في السكة وحتى أنه مرة أتذكر قبل شهرين ولا ثلاثة شهور أنا قاعد بشرب لي قهوة كده على الشارع يعني، فجاي أبو عركي ماشي فقال لي يا سلام على إخلاصك، أنت ما زلت لغاية هسه بتقعد في الأماكن اللي بتلم الناس
ولا يزال حبك للناس مستمر يعني. طيب نرجع لصالح. هذا الانسان يعني نحن ايام انا هنا في قبل ما اهاجر ما كنا بنتفارق، كنا بنتفارق عشان نتلاقى، نتفارق عشان نتلاقى. واذكر انه كانت امر اللحظات بالنسبه له لما اقول له انا مسافر كسله، ما كان ابدا بيحب اننا نفترق يعني. وكان معتز جدا بكتابته للكلمه، وفعلا هو كان فنان يعني، كتب يا جميل يا حلو انا بفتكر انها من اجمل الاغنيات اللي تقدمت في الستينات، وكتب يا عيني انت باكر مسافر يا تلبح عليا، وكان بيكتب بمنتهى الشفافيه يعني. انا ما اعرف استمد الشفافيه دي من وين يعني، شفافيه كده من لون غريب. فانا دخلت معه في الحته بتاعت انه انا برضو امتلك من الابداع ما امتلك يعني. فبيقول لي اسحاق اسمع انت خليك في غناك وانا في غناي، انا بلحن وبكتب شعر وبغني، انا فنان شامل وانت خليك مع شعرك ده. فقمت كتبت اغنيه قبل يعيش معايا الحب، كتبت بتتغير. فقاعدين يوم كده قلت له يا صالح انا عندي لك اغنيه كده مالك انت لكن عايز رايك فيها. فقريت له بتتغير بقول ما انت نحن كمان بنتغير، وزي ما عيونك الحلوات بتتحير بنتحير. فقال لي اسحاق يا اخي الاغنيه دي عجبتني انا حافظها. قلت له انت الا تعترف قدامي انك انت بتحتاج لشعري. ونضحك كده ونتونس. وانا برضو بش يعني بقول انه صالح من الحاجات الجميله اللي عملها، كان دائما لما يقعد في اي مجلس بيتكلم عني بالخير، باعتبار انه يعني اسحاق كتب الابيض ضميرك وكتب ماشي امرك يا قدر وكتب اجمل الغنى وكده، وبيمشي يتكلم بالحاجات دي في سهراته الخاصه. فمره كان قاعد في سهره مع محمد وردي وكان بيقول له والله الاغنيه دي انا حغنيها لكم كلمات اخونا اسحاق كده. فغنى بتتغير مش بتتغير عيش معايا الحب. كان ايام وردي عامل مشاكل مع اسماعيل حسن، موقفين من بعض يعني فنيا كانوا واقفين. فلما وردي سمع عيش معايا الحب من صالح قال لي يا اخي لمني بس في الشاعر. فجاء الصباح قال لي يا اخي اسمع انا بالليل كنت مع وردي وقال لي لابد من يشوفك. فقمت مشيت نادي الفنانين بالليل، ويا دوب انا كده في نضارة العمر يعني 22 23 سنة، ووردي في غمته في ذروته. فسلمت عليه وكده وقال لي يا اخي إذا عايز حفلة إذا بتاع أمشي هناك سكرتارية عند محمد الضي الله يرحمه. قلت له يا أخي أنا ما عندي سكرتي، أنا أنت موصي عشان تلاقيني. قال لي فيش دو بيني وبينك يا أخي. قلت له يا أخي أنت كلمت صالح الضي كده كده كده. أيوه قال لي. قعدت معه تفضلي تفضلي تفضلي. قعدنا ومنها بدينا مع محمد وردي، بديت معه بأعز الناس. وكان سعيد جدا صالح انه هو يعني كانت عز الناس من احب الاغنيات له. فانا صراحه يعني تألمت كثير في الدنيا دي يعني، غربه 27 سنه الم، لكن برضو يعني احس مرات انه يعني الالم اللي حسيته في وداعي لصالح هو بال 27 سنه اللي عشتها غربه، وان شاء الله ربنا يرحمه ويجعله من اهل الفراديس. في اليوم علي يا غالي وانت وحدك عارف همي عارف حالي كيف
صدري في طريق الخالي. كيف بدونك تصبي عشتهم وحداني.
وحداني. صالح الضي كان من أحسن الفنانين تعاملا مع الفرقة الموسيقية، وله صلات حميمة جدا مع العازفين ذاك الزمان. وبعدين كان جاد في عمله شديد جدا، يعني دقيق جدا في أعماله الفنية اللي بيجي يقدمها. كان بيتعبنا بالبروبات لكن كان دمه خفيف. ومن الحاجات اللي كانت نادرة عنده، لأنه رجل ضميره أبيض وقلبه أبيض وما بيمسك حاجة في قلبه. ففي حاجة مشهور بها، هو دائما في خلال الحفلة لما نمشي معه حفلة زواج، في نص الحفلة لازم يخلق له مشكلة مع واحد من العازفين، تقوم الشكل دي لغاية تقول العنار. لكن الرجل ضميره أبيض، ثاني يوم بيلاقي يجي يسلم عليك عادي جدا، تقول له يا أخي امبارح ما فضلت لي حاجة، يجي يسلم عليك. فشوف الناس كانوا بيتعاملوا معاملة جميلة جدا، ناس كلها كانت مترابطة مع بعض وأخوان، بالذات الأخ صالح الضي. يعني كان بيربط العازفين دائما هو لصيق معاهم طوالي. يعني محطات الغناء السودانية الهامة جدا، أضاف مفردات موسيقية جديدة يعني صح التعبير، أضاف مفردات شعرية أيضا جديدة، أضاف لونية من الغناء كانت جديدة. وبفتكر دائما وظللت على يعني باستمرار أعتقد إنه الفنان صالح الضي فنان ظهر قبل أوانه في ذلك في تلك الفترة التي ظهر فيها. ويمكن أقول كلام يعني أستوحيه من تاريخ هذا الرجل الكبير الفنان العظيم. هو جاء معه مجموعة من الفنانين والمطربين، ظهروا في وقت كان الساحة تعج وتمتلئ بعدد كبير من الكبار ومن الرواد. ما كان في طريقة، يعني أفتكر أنهم جاءوا في فترة بتاعت نقلة للغناء السوداني. زي لو قلنا إنه الغناء السوداني كان مراحل، مرحلة أولى تأسست فيها الأغنية بمفهوم الحديث في مدينة أم درمان بعد 1900، ظهور بعد ذلك يعني بعد بالذات في سنة سبق بعد في نهايات العشرينيات، وبعد ذلك يعني ظهور برضو مراحل أخرى أو مميزة أو مدارس ولونيات خاصة زي الراحل خليل فرح وزي الموسيقار إسماعيل عبد المعين. وبعدين طبعا عرف ما يعني ظهر ما عرف بغناء الحقيبة والغناء الحديث. الغناء الحديث ذاته فيه مراحل عديدة. أفتكر أنه صالح الضي أسس لمرحلة جديدة في الغناء السوداني هو ومجموعة من الفنانين ظهروا بعد فترة الرواد، من بينهم هو والفنان محمد الأمين والفنان أبو عرك البخيت والفنان خليل إسماعيل. ظهروا في فترة كان صعب جدا إنه الإنسان لو ما كان فنان كبير إنه يثبت أقدامه فيها. صالح، والله صالح ده يعني قدم للمكتبة السودانية غناء طيبا، يعني أغنية يا جميلة حلو وعديد من الأغنيات قدمها هذا المبدع، واستطاعت أن تلفت الانتباه لذلك الصوت الرائع المصنف من الأصوات التينور وأيضا الأصوات الغليظة قريبة من صوت الباس، فعنده مساحات واسعة جدا. غنى كثير من الأغنيات، وصالح الضي كان له الفضل في أنه يبرز بعض الأغنيات السودانية أو أغنياته أوعك تخلف الميعاد، وتناولت فرقة رضا بشكل إبداعي وسميت رقصة الحمامة، واستطاعت أن تلفت الانتباه إلى ثراء السلم الخماسي السوداني. أوعك تخلف الميعاد أيضا من الأغاني الجميلة جدا. غير كده الأستاذ صالح، أنا يعني ما أنسى إنه لما أجص صوتي من الإذاعة في أواخر سنة 69 كان يسكن مع الأستاذ محمد اللمين
والأستاذ أبو عركي في منزل واحد، كان مرحبين شديد جدا، وذهب معي الإذاعة وسجلت نشيد شيكان، وكان هو يعني سعيد جدا، خاصة وأنا من أنا وهو من منطقة واحدة اللي هي من منطقة كردفان، رغم أنه الأستاذ صالح الضي لم يستمر في كردفان بل غادرنا إلى شرق السودان إلى بورسودان، وفي بورسودان استطاع أن يقضي حياته الأولى وأن يشتهر كمطرب له يعني دور كبير جدا، وأيضا أن يشتهر كلاعب كرة، وأغنياته وصلت إلى الخرطوم قبل أن يصل إلى قبل أن يصل هو